يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك، أول ما بنفكر أو بنشوف شخص ناجح في حياته وناجح في شغله، على طول بيجي في بالنا أنه عنده القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. أوقات كتيرة جدا بتلاقي نفسك ما بين أمرين، في حلين قدامك لموضوع معين أو لموقف معين أنت بتمر بيه، محتاج تاخد قرار. أوقات بتبقى محتاج تاخد قرار بسرعة جدا، وأوقات بيبقى الموضوع محتاج وقت على حسب نوع القرار. هل أنت متعود أنك تاخد قرارك بنفسك ولا لازم تستعين بحد، ومين هو هذا الحد؟ طبعا احنا بنعتمد دايما، ده سؤالنا طبعا اللي موجود على صفحاتنا، لكن احنا بنعتمد دايما في اتخاذ القرار على حاجتين اتنين. اول حاجة الحدس اللي موجود عندك اللي بيسموه الحاسة السادسة زي ما بيقولوا. الحدس ده نتيجة خبراتك وتجاربك في الحياة وميولك ناحية شيء معين. دماغك بتقولك لا هو ده الانسب، او عقلك بيقولك هو ده الانسب، قلبك رايح لمكان معين، ده نتيجة خبراتك في الحياة. وفي بعض الاوقات بتحتاج انك تستعين بصديق، وهنا الاستعانة بصديق مش معنى صديق بالمعنى الحرفي، لكن ممكن تستعين بحد قريب منك. تستعين بمراتك طبعا، لازم تسمع كلامها ده مبدئيا، يعني نشيل ده على جنب. تستعين بمراتك، تستعين نعدي اليوم عشان نعدي اليوم. حد من اصدقائك، حد من المقربين، حد من اهلك، حد من جيرانك، حد من زملائك في العمل. بتحتاج انك تستعين بحد عشان يساعدك على اتخاذ قرار مهم جدا في حياتك، بس بحسب هذا القرار. سؤالنا بيقول هل انت متعود تاخد قرارك بنفسك ولا لا؟ هل بتستعين بحد، ومين هو الحد ده؟ مين يا منة ده لو بتحتاجي أصلاً انك تستعيني في حد؟ انت بس في بداية الكلام قلت طبعاً احنا بنعتمد على حاجتين. مين قالك ان احنا طبعاً بنعتمد على حاجتين؟ يعني حاجة من الاثنين. انت ممكن تكون بتعتمد على حاجة من الاثنين. في البعض ممكن يكون ما بيعتمدش أصلاً على حاجة من الاثنين. في ناس ممكن يكون شخص منقاد تماماً، بيستني حد يقول له قرار وهو بيمشي وراه. وممكن يكون شخص عينادي تماماً، ما بيسمعش لحد خالص، فما بيسمعش غير لدماغه بس. فهي الأشخاص لا، فكرت انك قصدك ميكس ما بين الاثنين. يا اما مثلا بتعتمد على حدسك او بتعتمد على تجاربك السابقه فبتاخد القرار، او انك بتضطر انك تحتاج تاخد راي الناس عشان برضو ايه، عشان ما بقاش شايل مسؤوليه القرار لوحدي. لو نجح هيبقى بتاعي، لو ربنا ما كتبلوش النجاح يبقى بتاعنا كلنا. صح برضه ممكن ناس. لا والله في الحالات يعني انا جرت العاده ان انا ما باخدش قرارات قوي، يعني بمشي وربنا بيسهلها، بسيب الامور هي اللي بتاخد سياقها. ايوه، مثلا لو جاي لك قرار معين، جاي لك مثلا فرصتين شغل، قدامك فرصتين شغل، او انك تسيبي مكانك اللي هيزهق، او اللي هيسحب العرض الاول، او هروح مع التاني عادي. يعني ما باخدش قرارات حاسمه قوي كده، يعني ما باخدش قرارات، بسيب الامور كده لغايه ما هي بتاخد قرار بنفسها. بس انا عندي شخصين بستشيرهم جدا وبيفرق معايا رايهم جدا، مش معنى كده ان انا لازم انفذه، بس بيفرق معايا ان استشيرهم جدا. وبص بلا خبا من استشار، استشار بس حبي اسمعه. بس استشرت؟ لا طبعا، عندك العيب. صح؟ طبعا. طيب ماشي، انت بتعمل ايه؟ انا غالبا بمشي ورا يعني خبراتي السابقه. يعني انا الحمد لله تجارب حياتيه كتير قوي في مجالات متعدده ومتنوعه، فبمشي دايما ورا خبراتي في الحياه. حدس، عندي حدس بيقول لي مثلا روح كده وما تروحش، اقعد افكر في الموضوع واخد قراري. ممكن لو الموضوع خاص بالشغل استعين باقرب زملائي في العمل، لكن برضو باخد رايهم من وجهه نظرهم هم، يعني هم بيبقوا شايفين ان ده انسب من وجهه نظرهم، فانا بسمع منهم بس اشوف ده فعلا مناسب ليا ولا لا. ده بالنسبه للشغل. قراراتي برضو الاسريه، قرارات خاصه بالابناء، يعني كل حد. اختياراتي مدمره حياتي. لا الحمد لله، الحمد لله انا ماشي في قراراتي صح، بستعين حتى بالاشخاص الصح. يعني عندي مثلا لو عندي حاجه خاصه، مثلا عندي اصدقاء اللي بستعين بيهم، عندي حاجه خاصه بالبيت طبعا اكيد طبعا لازم اشارك مراتي في الموضوع ده، لازم اخد رايها او اسمع كلامها عشان بس يعني ما نلفش وندور ورا بعض، اسمع كلامها في الحاجات الخاصه بالبيت. في بعض الامور تحتاج برضو انك تاخد نصيحه والدك او والدتك، لان عندهم من الخبرات الحياتيه الكتير جدا. ممكن نصيحتهم بالمناسبه ما تبقاش يعني ايه مناسبه ليك، لان هم برضو ايه بيعبروا عن جيلهم، بيعبروا عن طريقه تفكير جيلهم او خبراتهم الحياتيه اكتسبوها في زمن غير الزمن، فممكن تكون نصايحهم مش مناسبه ليك، لكن مهم انك تسمع ليهم، لانه تبني قرارك على جزء من اللي قالوه هيناسبك جزء منهم، او على الاقل هم نصيحتهم دايما هيكون غرضها الخير ليك، وهيبقوا خايفين عليك دايما.
متعود تاخد قراراتك بنفسك ولا لازم تستعين بحد، ومين هو الحد ده؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجاباتكم اللي هنستعرضها معاكم من خلال الحلقة. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.